السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أحلى كرواسون أو باتيه، يعني ده نفس العجينة هي بتاعت الكرواسون، هي بتاعت الباتيه، بس فيها تكات بسيطة كده. هبقى أعمل لكم الكرواسون تاني مرة تانية. يعني دلوقتي ادي الباتيه اهو، بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا عامل ازاي. وده طبعا محشي شوكولاتة اللي هي ده، ومربى، وده محشي جبنة. دلوقتي الطريقة دي جميلة جدا جدا جدا، وقطنية زي ما انتم شايفين كده، وبصوا من جوه عاملة ازاي، جميلة جدا جدا. ومن تحت برضو بصوا عاملة ازاي من تحت، بصوا جميلة قوي قوي قوي. فدلوقتي احنا هنقول الطريقة وهنقول المقادير، وخليكم معايا خطوة بخطوة عشان تعملوا احلى باتيه ممكن تاكلوه. يلا معانا في المقادير. مقادير الباتيه معانا، هجيب نص كيلو دقيق، طبعا نخلاه كويس قوي، وعندي هنا بيضتين وكوباية لبن ونص كوباية زبدة او سمنة وكوباية مية، الكوباية طبعا دي دافية، وعندي معلقة كبيرة نص معلقة خميرة فورية، معلقتين سكر، معلقة كبيرة لبن بودر، نص معلقة صغيرة ملح، وعندي هنا للدهان بتاع الوش. طبعا بعد ما نحشيها بقى، بعد ما نحشي الباتيه يعني، ده صفار بيضة، وحط عليه معلقة خل، وحط عليه فانيليا، معلقة صغيرة فانيليا، ماشي. وده هنركنه هنا على جنب على اساس ان احنا مش هنستخدمه دلوقتي. فهي دي كده المقادير اللي معانا. بس انا المفروض ان احنا عندنا السمنه واللبن هيتحطوا في حله على النار. انا عملتها كان عندي لبن سخن، فمرضتش ان انا احطه تاني على النار. يعني هو بنحط كوبايه اللبن، بنحط نص كوبايه الزبده او السمنه معايا على النار لحد ما الزبده تسيح او السمنه تسيح. بعد كده بنسيبها لما تدفى، تبقى دافيه بس. فانا كان عندي لبن سخن، فحطيت عليه نص كوباية الزبدة وسبتهم كده لحد ما هما بقوا بالمنظر ده. هنشتغل دلوقتي. اول حاجة هنحط على المكونات بتاعتنا، هنحط اللبن البودر والسكر والخميرة الفورية، وهنسيب الملح في الاخر. هنشيل ده كده شوية عشان نعرف نشتغل كده اهو، كده متهيألي واضح. هننزل بالسكر والخميرة، وهننزل باللبن البودر كده، وهنسيب الملح للآخر. وطبعا ايه، هنقلب عشان المقادير كلها تتخلط مع بعض. ده نص كيلو دقيق، طبعا اللي عايز يضاعف الكمية بيضاعف كل حاجة. يعني كيلو دقيق هيبقى معاه اربع بيضات، هيبقى معاه كوبايتين لبن، معاه كده، يعني كل حاجة بتضاعف مع بعض. هنا دلوقتي انا مخلتهم مع بعض، يعني قلبتهم مع بعض. بعد كده هننزل باللبن. دلوقتي انا نزلت باللبن، ونزلت اللبن اللي عليه السمنة، ونزلت عليه بالبيض برضو كمان، ماشي. ودلوقتي هنحط الملح، وبعد كده انا على فكره ما حطيتش ميه، ما استخدمتش ميه، ماشي، لان هي مش محتاجه ميه، فانا ما استخدمتش ميه. ادي كده انا حطيتها وبعجن فيها، هعجنها لكم وهرجع اوريكم شكلها عامل ازاي، عشان هي بعد ما هتتعجن لازم هتخمر، ماشي. هنشوف بعد ما هتتعجن، هنرجع نشوفها عامله ازاي. دلوقتي زي ما احنا ما شايفين انا عجنتها حلوة قوي اهي، وهحطها كده، هلفها بلاستيك فيل، وهحطها في مكان دافي، هتخمر لمدة ساعة على حسب الجو يعني. بس المفروض ان احنا هي هتضاعف حجمها، يعني اول ما يضاعف حجمها هنبدأ ان احنا نشتغل بيها. فاول ما يضاعف حجمها هنرجع تاني عشان نشوف هنشكلها ازاي وهنعملها ازاي. دلوقتي هي خمرت وبقت كويسه جدا، وبصوا العجينه عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. دلوقتي انا هفردها، ماشي، بالنشابه كده، احاول افردها مستطيل
ولما بنيجي نفرد بنفرد من النص لبره كده بالظبط كده. حاول نفردها على قد ما نقدر حوالي نص سنتي كده. بالظبط كده زي ما احنا ما شايفين. هنبدا نجيب السكينه وهنبدا نساوي الكروب بتاعتها كده وهنشيل ده. طبعا احنا مش هنرميه، هنستخدمه تاني، هندمعه تاني كله ومش هنرميه كده. وهناخد من هنا كمان بالظبط كده وهنبدأ نقطعها بالطول كده. وهنا بقى انا قلت لكم هنحشيها الحشوات اللي احنا قلنا عليها. انا عندي هنا جبنه كيري حطيتها، وطبعا على اي حشو انت عايزاه يعني مش شرط. عندي هنا مربى وعندي شوكولاته خام. فهنبدا نعمل كده، احنا هنبدا الاول ناخد كده هنحط اهو ونبدا نلف كده كده كده. بالمنظر ده ماشي. وهنخليها بقى من تحت كده ماشي، هنخلي الجزء ده من تحت وهنجيب صينية، هنجيب صينية وهنبدأ ان احنا ننزل فيها الباتيه بتاعنا وهنسيبه يخمر لمدة مثلا لحد ما يتضاعف حجمه، وبعد كده هنرجع اقول لكم هنعمل فيه ايه. انا دلوقتي وريتكم يعني ايه ممكن نعمل واحدة كمان نعملها دلوقتي ايه بالشوكولاتة، ممكن فيها مثلا نعمل دي. وهنبدأ نلفها كده 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 اهو. وزي ما قلنا هنحط الطرف ده من تحت، نحطه كده وهنبدا نجيب الصينيه ونرصها برده كده جنبيها، بس نسيب فراغ عشان لما يتضاعف حجمها ما تاخدش ما ايه ما يلزقوش في بعض. فاحنا دلوقتي هكمل بقيه الكميه اللي عندي وعشان ما اطولش عليكم، وبعد كده هنرجع. طبعا هو هسيبه يخمر، يعني هسيبه يخمر لحد ما يتضاعف حجمه، وبعد كده اوريه لكم بقى قبل ما ادخله الفرن اوريه لكم هعمل فيه ايه. دلوقتي انا خلصت الكميه اللي معايا ماشي، بس دلوقتي انا ايه في عملت مربى زي ما قلت لكم، وعملت جبنه وعملت شوكولاته خام. فاحنا قلت لكم ان احنا هناخد البضايه اللي هي كانت في الاول، قلت ان احنا هنعمل بيها ندهن بيها الوش. البضايه دي حط عليها نقطتين خل عشان ريحه البيض، وحط عليها فانيليا
وحاطه ده بس ده الصفار بتاع البيض، مش البيض كله، مش البيضايه كلها، ده صفار بس. دلوقتي احنا هنعمل حاجه، هندهن الوش بتاع الباتيه زي ما احنا ماشيين كده، بدهن الوش بتاعه، وهاجي عند اللي هو فيه جبنه عشان اعرفه عن اللي فيه مربى واللي فيه شوكولاته. هبدا احط عليه اللي هما دول مثلا، هبدا احط عليه حبه البركه عشان اعرفه بس، وكده كده حبه البركه بتبقى مفيده جدا يعني. عايزين نحط عليه سمسم، نحط عليه اي حاجه تانية احنا براحتنا يعني، بس انا ايه هحط حبه البركه عشان هي مفيده فيها فايده، فهحط حبه البركه عليه، وكمان عشان اعرف ان هو ده اللي فيه الجبنه ماشي، والباقي دول فيهم مربى وفيهم شوكولاته. فانا هبدا اعمل الوش برده كده، بقيه الصينيه، وفي الاخر انا هسيبهم يخمروا او يتضاعف حجمهم يعني، لحد ما احس ان هم اتضاعف حجمهم هبدا ان انا ادخلهم الفرن. بس قبل ما ادخلهم الفرن هوريكم انا عملتهم ازاي، يعني اتضاعف حجمهم ازاي، وبعد كده هرجع لكم اوريكم حجمهم واوريكم هدخلهم الفرن، ولما يخرجوا هبقى اوريه لكم برده. بصوا دلوقتي بعد ما خمر الكرواسون اهو، بصوا شكله بقى عامل ازاي، طبعا حجمه اتضاعف زي ما انا ما قلت لكم، بس انا بقى ايه ده هيطلع كبير، انا عايزاه كبير، اللي حابب بقى يصغر او كده. بصوا هنا انا عامله فيه منه صغير وهنا فيه منه كبير، فاللي حابب يصغر يصغر، اللي حابب يعمله كبير كده مفيش مشكله. بس انا دلوقتي زي ما قلت لكم اللي هو ده حطيت عليه حبه البركه عشان اعرفه اللي هو فيه الجبنه، والتاني الباقي ساده عشان ايه اللي هو فيه شوكولاته وفيه مربى. دلوقتي انا مسخنه الفرن، هتعمليها على 200 او 180 على حسب الفرن بتاعتك، بس المهم تكون فرن متوسطه الحراره مش حاميه قوي يعني، تبقى وسط يعني، قولي 180. هندخلها الفرن لحد ما تتحمر وتبقى جاهزه، وهوريهولكوا بعد ما يخرج من الفرن. دلوقتي بقى خرج من الفرن الباتيه وزي الفل وجميل جدا 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 زي ما انتم ما شايفين كده، وسخن مولع نار، ويا رب تكون الطريقه عجبتكم، وعايزه لايك وشير للفيديو، وعايزه اشتراك للقناه، ويا ريت يعجبكم، ويا ريت تجربوه، وان شاء الله هيعجبكم بألف هنا وشفا.